بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أنا سبق وذكرت جملة ألتر تيبل، وقلنا حنتكلم فيها ونفصل فيها، بس طبعا ما حنعطي تفصيلات كثيرة لأن جملة ألتر تيبل فيها تعليمات جدا كثيرة، فإحنا حنكتفي بالمستوى هذا ببعض التعليمات وإن شاء الله نكمل في المستويات الأخرى. لكن الآن أنا عندي جدول ستيدنتس، لاحظوا ما كان أقول الآن لو أبغى مثلا، إحنا عرفنا كيف نحذف الجدول دروب تيبل، لكن لو أنا عندي حقل ما عاد أبغى أحذفه، عمود ما عاد أبغى، فبرضو دائما أي شيء تعديل على الجدول نستخدم جملة ألتر تيبل، ألتر تيبل، ونعطيه the students. الآن أنت تقول له عدل الجدول، أول كنا نقول add column أضيف حقل، الآن لا نبغى نحذف حقل، فنقول له drop column. شايف الأمر كيف؟ إيش الحقل اللي تبغاه؟ age. لا نشوف الصيغة كيف جاية. alter table the students. لحد الآن هنا لحد هذه المنطقة متشابهين. اللي يجي بعد alter هو اللي يحدد نوع التعديل. فأول كنا نقول له add column إضافة حقل، الآن لا نقول له drop column يعني أحذف الحقل. فالتر تيبل ذا ستودنتس دروب كولم ايج، احذف لنا الحقل ايج، شغل. طيب نشوف، نسوي تحديث ونشوف. لاحظ ايج اختفى. هذه هي الفكره الجديده في موضوع الالتر تيبل هنا، اللي هي دروب كولم. فعشان تحذف حقل ما تحتاج تحذف الجدول وتعيده من جديد، تستخدم التر تيبل مع دروب كولم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.